بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. معاكم دكتورة مي الغمراوي، بي اتش دي مايكروبيولوجي من جامعة اسكندرية، انفكشن كنترول دايركتور. بشتغل في الفيلد من 2006. حظي كان كويس في بدايتي لأنه اشتغلت وتعلمت في السي دي سي، في المقر بتاعهم الأساسي. حبيت المجال جدا وشفته بطريقة إلى حد ما مختلفة عن اللي معظم الناس بتشوفها، وعلشان كده حبيت مجال الكورسز لأنه عايزة أنقل طريقة الشغل دي. واللي شجعني على ده أكتر الشهادة بتاعت السي اي سي. شهادة السي اي سي الحقيقة، أو السي بي اي سي Certified Board of Infection Control، is a very respected certificate، لأن هي بتبص للإنفكشن كنترول بمنظور مختلف. بتبص له من حيث أنه تخليك لما تدرسها وتعرف كل السايدز اللي فيها، تخليك تشوفها أو تشوف الإنفكشن كنترول كحقيقي دايركتور أو مانجر للإنفكشن كنترول تيم، مش مجرد منفذ. الفكرة الشائعة عن الإنفكشن كنترول هي أنه أن أنت تعمل راوندز، ديلي راوندز، يعني تمر زي ما بنقول هنا في مصر، وتبص على تو انستركت البيرسونال، الهيلث كير بيرسونال، انه هاو تو واش ذير هاندز اف ذي ار كومبلاينج وذ البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس بتاعتهم، لابسين لبسهم كويس، لابسين الجلوفز والماسكس والجاونز مثلا، بيعملوا هاند هايجين في المواعيد الصح، في الاوقات الصح، بالطريقه الصح، بيعملوا ويست مانجمنت، لينن مانجمنت، الهاوس كيبرز ار دي كومبلاينج مع الانفايرمنتال كليننج، يعني بيعملوا تنظيف الانفايرمنت كويس وصح ولا غلط، بيستخدموا ايه ديس انفكتنت، الالات والادوات والحاجات اللي زي كده، كل الاكويبمنت اللي بنستخدمها في المستشفى ار دي ستيرلايزد بالطريقه الصح، كل الكلام ده. هي دي الفكرة اللي الناس شايفة فيها الانفكشن كنترول، وفي ناس كتير قوي ماسك أماكن وبتشتغل الانفكشن كنترول بالطريقة دي. I respect ده جدا. ده is a main part of the infection control science أو field. بس أنا بشوف إن ده بيندرج تحت إن دول ال basics of infection control. Basics أو بمعنى تاني في الانفكشن كنترول دول standard precautions plus الايزوليشن بريكوشنز. وبما انهم بيزك فما ينفعش انت تبقى الدايركتور او المانجر او المسؤول الريسبونسبل عن الانفكشن كنترول تيم ات يور فاسيلتي او في الهوسبيتال بتاعتك وتكون بتعرف البيزكس بس. هي دي الفكره اللي انا حبيتها جدا في موضوع السي اي سي، وهنشوف ده مع بعض ان شاء الله في خلال الكورس. هقول لكم كمان دلوقتي ازاي الجزء ده اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الناس مهتمه بيه قوي، اللي هو البيزكس او ستاندرد والايزوليشن بريكوشنز. الحقيقه انه ده مش بس انت المفروض تبقى عارفه، ده المفروض ده جزء من معلوماتك اللي انت المفروض تو سبريد تو اول هيلث كير بيرسونال في المستشفى. يعني ده الجزء اللي المفروض كل الناس تبقى عارفاه، مش بتوع الانفكشن كنترول بس، بالعكس ده الجزء اللي انت لازم تحفظه صم لكل الستاف بتاعك لان هم المفروض بينفذوه. طيب ايه الاجزاء الثانيه؟ لا، الاجزاء الثانيه حاجات كتير قوي، منها مايكروبيولوجي بيزكس. لازم تبقى بتعرف مايكروبيولوجي، ما تبقاش طبيب مايكروبيولوجي او عالم مايكروبيولوجي، انما لازم تبقى عارف تقرا نتائج المعمل اللي بتوصل لك، تبقى عارف معظم الاورجانيزمز، طريقه الترانسميشن، المود اوف ترانسميشن بتاعهم بتتنقل ازاي وبتعدي ازاي، وبالتالي البس ايه واقلع ايه، ايه البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس. ده جزء كبير قوي بيتطرق له الكورس او السيرتيفيكت دي. لازم تبقى عارف كواليتي، ازاي انت تقدم الانفكشن كنترول بطريقه كواليتي. لازم تبقى عارف سيرفيلانس، تعمل سيرفيلانس سيستم، تختار ايه نوع التايب اوف سيرفيلانس اللي هتقدمه في هتختاره وتعمله وتنفذه في المستشفى بتاعتك. ازاي هتعمل
ايه هو ايه نوعها، ايه الستابس بتاعتك، ازاي هتانتربريت الداتا، وبالتالي لازم تبقى عارف شويه statistics وابيديميولوجيكال ستاديز، وده برضو بنتعرض له في الكورس. في تشابتر كبير جدا ومهم جدا اللي هو اسمه education and training. يعني ايه education and training؟ يعني انت مسؤول عن ان انت تعمل educational program صح، ما تنزلش تدي instructions او تبقى الناس مش طايقاك زي كما هو الحال مع كل الناس بتوع الانفكشن كنترول للاسف. لا، في طريقه ان انت تشوف ازاي هتعمل educational program وازاي هتديه، وبعدين ازاي هتتاكد اذا هو جاب نتيجته ولا لا، والناس نفذت ولا لا، وكل ده بارقام بتعرضها. ازاي تعمل كوميتي، تيم كبير، وتجمع فيه الاداره معاك والهادز بتوع كل مكان، وتعرض عليهم النتائج، وتعرض ايه، وتعمل ريبورت ازاي، تتصرف ازاي. في تشابتر كبير جدا كمان عن تتصرف ازاي في الديزاستر، زي حاجه زي اللي احنا تعرضنا لها دلوقتي بتاعه الكوفيد دي، موجوده في الكتاب وفي الشهاده وفي السي بي اي سي من زمان، مش الكوفيد بالذات، انما لما يحصل لك ديزاستر من ايمرجينج نيو ايمرجينج ديزيز تتصرف ازاي. مش عايزه اكون نسيت حاجه، مليان حاجات تانية جنب اللي انت المفروض تعرفه كبيزك اوف انفكشن كنترول. نفسي الناس تشتغل بالطريقه دي وتتعلم بالطريقه دي وتنفذ بالطريقه دي. اول حاجه بقى عندنا تشابتر هنتكلم عليه، هو اول حاجه انت بتعملها، تخيل نفسك كده هتستلم شغل او هتمسك مكان جديد، اول حاجه هتعملها انفكشن كنترول بروجرام. هتعمل بروجرام لنفسك، عارفين لما بتعمل الجدول الزمني انت تعمل بروجرام لنفسك. بس قبل ما نعمل البروجرام ونتكلم عليه، لازم تبقى عارف شويه حاجات كده. ايه هم الاورجانيزيشنز ذات ار انفلوينسينج يور براكتس؟ يعني انت عايز معلومات عن الانفكشن كنترول تلاقيهم فين؟ ابيك ده هو الاب الروحي للانفكشن كنترول. ده ويب سايت وعندهم كتاب كبير قوي، وعلى فكره هو ده المصدر او السورس، الكتاب الاساسي السورس بتاع المذاكره بتاع السي اي سي او السي بي اي سي. الابيك نفسها، الابيك اسوسيشن دي، هي اللي عملت موضوع السي بي اي سي، هي اللي عملت شهاده السي بي اي سي دي، وبقت بتديها للناس البروفيشنال فعلا اللي بيجاوب اسئلتها وبيعرف يدرسها بيبقى بني ادم فعلا تاكد ان انت مجرد ان انت تعرضت للمنهج بتاعها ده ويو باست التست، تاكد ان انت عندك معلومات في الانفكشن كنترول تخليك ات بروفيشنال ليفل. وعلى فكره هم كمان الابيك دول مرتبطين مع الجي سي اي وكده، عاملين موضوع السي اي سي دلوقتي بالنسبه لهم بيقيسوا بيه الكومبتنس بتاع التيم. يعني بيقولوا اذا انت كومبتنت فعلا او لا حسب الليفلز، وهنشوف جدول دلوقتي بتاع الكومبتنسي ده، حسب انت معاك الشهاده او لا، وفي انهي مرحله من وجود الشهاده دي معاك. في كمان السي دي سي، السي دي سي ده ويب سايت، وفي جواه سب ديفيجن اللي هي ال NHSN، ده المكان اللي انت لما تعوز تعمل سيرفيلنس، بالذات سيرفيلنس للهيلث كير اسوسييتد انفكشن، اي انفكشن ممكن تحصل عندك في المستشفى، تروح تدور فيه اي حاجه تخص السيرفيلنس والارقام والديتا، وان انت تلاقي بنش مارك تقارن بيه ارقامك بالارقام الناس الثانيه. ازاي تعمل سيرفيلنس، ايه هي الكيس ديفينيشن، كل ده احنا هنذكره مع بعض ان شاء الله في خلال الكورسز اللكتشرز بتاعتنا. بس كل المعلومات والديتا دي هتلاقيها على السايت بتاع سي دي سي، فانت لازم تبقى عارف الويب سايت بتاع سي دي سي. الاف دي اي في الانفكشن كنترول فايدتها ايه؟ هي الاف دي اي دي اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن، اللي هي بتخليك هي دي اللي بتدي ابروفل لكل الادويه والانتي بايوتكس والكلام اللي زي ده. تخص الانفكشن كنترول في ايه؟ احنا مش مكان بندي علاج للناس، لكن احنا بنشتري مثلا ديس انفكتنتس في المستشفى، ودول برضو بيبقوا ابروفد بالاف دي. الجي سي اي كلنا عارفينها دي، ذا بودي اكريديتنج بودي بيعمل اكريديتيشن للمستشفيات. الاوشا دي هي المسؤوله عن الاوكيبيشنال هيلث او الامبلويز هيلث، صحه العاملين. احنا ما يخصناش الجزء ده قوي، انما احنا بنشارك فيه الناس بتوع الامبلوي هيلث في الجزء اللي يخص الانفكتشوس ديزيز، الامراض المعديه. يعني لو واحد شغال في المستشفى هيلث كير بيرسونال وقع اتكسر، ده تبع الامبلوي هيلث بس ما يخصناش كانفكشن كنترول. انما لو جاله مرض معدي زي تشيكن بوكس مثلا او كوفيد او اي حاجه من الامراض اللي هي ترانسميسبل ديزيزز او كوميونيكابل ديزيزز او انفكتشوس ديزيزز، هنا ده بقى احنا لنا علاقه بيه. وعندنا على فكره تشابتر كبير جدا برضو في
حتى السي اي سي عن الموضوع ده. الفاكسينيشن ده جزء من الامبلوي هيلث اللي له علاقه بالانفكشن كنترول. فاكسينيشن اوف هيلث كير بيرسونال يتعالجوا ازاي. البوست اكسبوجر بروفيلاكسيس يعني لما يتعرضوا لمرض معدي نديهم ايه كبروفيلاكسيس، التحاليل اللي بنعملها لهم، فتره غيابهم من الشغل تبقى قد ايه، كل ده يخصك في حدود الانفكشوس ديزيزز. لكن لو زي ما بقول لك كده وقع اتكسر جاله اصابه عمل غير الانفكشوس ديزيز، هو ده الجزء اللي ما يخصناش. شيا يعني organization او association برضو دي لها علاقه شويه بالناس الابيديميولوجيست قوي، يعني احصى كتير. فدي الاماكن هتلاقي فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاج لها وانت شغال في الانفكشن كنترول. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه، حضرتك لازم هتكون انفكشن كنترول تيم، مش هتشتغل لوحدك صح. طيب الانفكشن كنترول تيم ده بيتكون من حضرتك الانفكشن بريفنشنست ومعاك التيم بتاعك، عدده قد ايه؟ ده بقى بيختلف من مكان لاخر ومن حسب الناشنال جايدلاينز. يعني بالنسبه للابيك وامتحان السي اي سي، لو سالك على السؤال ده هتقول انه مفيش عدد، انت يعني مفيش اجبار بعدد معين، انت بتحدد حسب احتياجاتك انت او حسب طبيعه شغلك. في المصري برضو ستيل لسه ما فيش ارقام اجباريه. سباهي الجايد لاين سباهي اللي هي السعوديه، لا دي محدده، محدده اعداد، يعني محدده ان هي المستشفى لما تبقى 150 سرير يبقى بتحتاج واحد مع الهيد، لو اكتر لو 200 سرير هنبتدي نزود بقى واحد كمان، بلس ان كل مكان مغلق زي او سبيشال كير يونت زي الهيمو دياليسيس يونت والاي سي يو والحاجات دي، كل واحده من دول محتاجه برضو حد انفكشن كنترول مع الهيد بتاع التيم موجود في الاماكن دي. خلاص. طيب الهيد وظيفته ايه؟ الهيد ده بيكون هو اللي بيحط البوليسيز والبروسيجرز وبيحط التريننج بروجرام وبيحط كل البلان بتاعت السنه اللي كلنا هنمشي عليها ان شاء الله مع بعض، وفي نفس الوقت هو بيبقى تشير بيرسون بتاع الانفكشن كنترول تيم في الانفكشن بريفنشن اند كنترول كوميتي. وحضرتك اللي هتعمل الكوميتي دي وهتكون التشير بيرسون فيها. طيب امال ايه كوميتي؟ الكوميتي دي بتتعمل ازاي؟ يعني ايه هي؟ هي مالتي ديسيبلينري تيم، يعني تيم من ناس كتير. الناس الكتير دول عباره عن ايه؟ ناس ريبريزنتيف فروم اول ديبارتمنتس اوف ذا هوسبيتال. يعني واحد الـ اولا لازم يبقى معاك حد ادمنستريشن، ممثل من الاداره، ممثل من كل قسم من اقسام المستشفى، هيد اوف ذا اي سي يو، هيد اوف ذا او ار، هيد اوف ذا هيموداياليسيس يونت، واحد بتاع المشتريات، حد من الصيانه او المهندسين الطبيين والحاجات اللي زي كده، حد من ال قلت لكم الصيانه اللي هم المسؤولين عن التصليحات والكلام ده، حد من اللي هم الهوسبيتاليتي الفندقه والحاجات اللي زي كده، حد من اللوندري، حد من السي اس اس دي المكان اللي هو سنترال ستيريلايزيشن ديبارتمنت اللي هو التعقيم المركزي، ممثل من كل مكان. في الترابيزه دي اللي بتجتمع مره في الشهر او على الاقل اربع مرات في السنه يعني كل ثلاث شهور، هنا حضرتك بتبقى مسؤول على انك تعرض اولا في اول السنه بتعرض عليهم البلان بتاعتك قبل ما تنفذها، بتحط البلان قدامهم تقول لهم دي البلان بتاعتي بتاعت السنه، وهم بيوافقوا عليها او بيعملوا معاك تعديلات عليها، يقول لك لا هنا عندنا مش هنقدر ننفذ ده، ده هيكلف فلوس كتير، فانت تقنعه او هو يقنعك. ناس لما بتتكلم عن كل الاقسام قصاد بعض اسهل بكتير من ان انت تتفق مع المدير وتنزل تقول للقسم فيقول لك لا بس انا ما عنديش ستاف يكفي، لا انا عندي المشكله الفلانيه، لا لما بتبقوا قاعدين كلكم على ترابيزه مع بعض، كل واحد اللي بيعترض بيحط وجهه اعتراضه وانت بتعرف ترد او حد تاني يبقى معاك، وفي الاخر بنوصل للاتفاق اللي يرضي جميع الاطراف في قعده واحده. ومن الترابيزه دي ومن الكوميتي دي ومن القعده دي تبتدي تتنفس فعلا الحاجات، خلاص احنا اتفقنا انها هتتنفس. بتعرض عليهم البلان بتاعتك وبيناقشوك فيها، يا يوافقوا يا يغيروا ويعملوا تعديلات لحد ما توصلوا للبلان الحقيقيه اللي هتتنفس.
ده في اول السنه، بتعرض عليهم بقى كل شهر او كل اجتماع كل الحاجات اللي تم انجازها من البلان دي، وايه اللي تعطل فيها وتعطل ليه عشان يساعدوك ويطلعوا قرارات. بتعرض فيها اذا في مشاكل حصلت لك، بتعرض نتائج السيرفيلنس بتاعتك، الارقام الهيلث كير اسوسييتد انفكشنز اللي طلعت خلال الشهر او 3 شهور اللي فاتوا، بتعرض الايفالويشن اوف دي هوسبيتال، اي مشكله طلعت اوت بريكس اي حاجه زي كده. تمام. طيب انا قلت لك اول حاجه بتعملها ان انت لازم تحط بلان، انوال بلان، والبلان دي هتبقى مضطر جدول اعمال انت هتعمل ايه كل يوم لما تيجي الشغل في خلال السنه، صح؟ طيب البلان دي لازم تبقى بفيري جود كواليتي وليها طريقه معينه انك تكتبها وتعملها، بس علشان تحطها انت لازم تعمل قبلها حاجه اسمها ريسك اسسمنت. ده شكل الريسك اسسمنت، انفكشن كنترول ريسك اسسمنت. في مليون مليون كوبي اوف ذا ريسك اسسمنت موجودين اونلاين، تقدر تستخدم الحاجه اللي بتريحك فيهم. هي الفكره كلها ان انت بتنزل تمر في المستشفى كلها وتتفرج عليها، وبعدين تبتدي تو اسس اول ذا ريسكس اللي موجوده، تكتب كل البروسيجرز. بص هنا بتكتب كل البروسيجرز اللي بتتعمل عندك في المستشفى اللي ممكن يحصل منها ريسك، سواء للبيشنت او الفيزيتورز او الهيلث كير بيرسونال نفسهم. يعني مثلا انت مستشفى فيها جراحه، عمليات جراحيه، فبتكتب ان انت عندك عمليات كتير اللي هم كذا وكذا وكذا، فده ايه الريسك اللي ممكن يحصل منهم؟ ممكن يحصل سيرجيكال سايت انفكشن، يحصل انفكشن العيانين بعد الجراحه، يبقى ريسك اوف سيرجيكال سايت انفكشن. انت مستشفى بتقدم هيمو داياليسز، ايه الريسك هنا؟ الريسك هنا ان ممكن يحصل مثلا بلود ستريم انفكشن العيانين، او الريسك هنا ان ممكن يحصل سيرو كونفرجن للعيانين. انت مكان عنده اي سي يو كبيره وفيها عدد كبير من الفنتيليترز، يبقى في ريسك ان العيانين دول يجي لهم فنتيليتر اسوسييتد نمونيا. اي ريسك، اي ريسك. في ريسك للناس اللي هم بيشتغلوا نفسهم ان يجي لهم نيدل ستيك انجري او شارب انجريز، يتشكوا ويتعوروا من من سوء استخدام الحاجات الشارب، وبالتالي ده ممكن ينقل لهم البلود بون باثوجنز. بتحط كل الريسك بتاعتك وبعدين تديها زي درجات كده او ترتبها، وتبتدي في الاخر ترتبهم من اعلى ريسك انت عندك في المكان لاقل ريسك. ومنها بعد ما رتبتهم بتاخد الحاجات اللي هي اعلى ريسك، وهي دي هتبقى الجولز اند اوبجكتيفز بتاعتك. بتحدد منها من الانيوال ريسك اسسمنت ده يور جولز اند اوبجكتيفز، وهم دول اللي هتحطهم في البلان، هم دول اللي انا عايز اشتغل عليهم السنه دي علشان احسنهم، صح؟ طيب بتحسن مين؟ ايه الحاجات دي ينطبق عليها ايه؟ ان هي تكون هاي فوليوم وهاي ريسك، يعني تكون حاجات بتتعمل كتير قوي عندك، يا اما الريسك منها عالي جدا، يا اما الاثنين. بصوا علشان كده انا بحب الفورم دي قوي، لان هي بتحقق لك الحكايه دي. هي الفورم دي بتحط انت هنا الحاجات البروسيجرز والريسكس اللي ممكن تحصل عندك في الفاسيليتي بتاعتك، وهنا بتقيس حاجات، ثلاث حاجات بتقيس الامباكت بتاعها، بوتنشال امباكت يعني اثرها. هو ده ان هي هنا كل ما تاخد درجه اعلى كل ما تبقى هاي، تبقى دي هاي ريسك، صح؟ وبعدين بتقيس البروبابيلتي اوف بيرفورمانس، ده هاي فوليوم، يعني هي اصلا الريسك منها عالي او واطي، لكن هي بتحصل عندك قد ايه؟ ما هو انت لو مثلا مكان انت كتبت هنا فاب فنتليتر اسوسييتد نمونيا، وانت عندك فنتليتر واحد بس في المستشفى، مش زي ابدا المستشفى عندها 10 15 فنتليتر، صح؟ فبتحصل عندك قد ايه؟ ها؟ وهي اصلا بوتنشالي بريفنتبل، يعني في حاجات عندك في كونديشنز تقدر تقول لك ان انت ينفع، في كتاب بيقول لك انه ايوه الحاجات دي بتتصلح بالخطوات الفلانيه، لانه لو ما فيش طريقه لتصليحها يبقى ما فيش داعي ان انا اذكرها اصلا، مش هشتغل عليها. فهي دي لما بتدي الدرجات لنفسك بتبقى من الريسك، من لما بترتبهم بعد كده من الاعلى للاقل، تبقى طلعت الهاي فوليوم هاي ريسك اند بوتنشالي بريفنتبل، وهم دول الثلاثه كرايتيريا اللي بيخلوك تحدد الجولز اند اوبجكتيفز بتاعتك اللي بتحطها ان يور انوال بلان. اوكي طيب نرجع تاني للشهاده السي اي سي اللي هي في فاكرين لما قلت لكم في كومبتنسي، الابيك عملت كومبتنسي موديل، فسمت الناس الى ايرلي، ناس شغاله في الانفكشن كنترول بيسموهم ايرلي او نوفيس، نوفيس دي كلمه لاتيني بمعنى نيو، او ميدل بروفيشنت،
وادفانس اللي هم الاكسبرت. ايه الفرق بينهم كلهم؟ بيقول لك ان الايرلي ده واحد معهوش السي اي سي، ده حسب الابيك في امريكا بيعاملوا الناس كده وفي كندا كمان. بيقولوا ان دي ناس لسه they are preparing to become CIC، يعني they are not CIC certified. الميدل دول اللي هم لسه واخدين الشهاده وهيبتدوا يشتغلوا بيها ويطبقوا فيها الحاجات بتاعتهم، والادفانس اللي هم بقوا اكسبرتيز وبداوا يبقوا موجودين في اورجانيزيشنز وبداوا يعملوا يعلموا الناس، ممكن يبقى لهم كمان يبقوا ليدر في مجالهم، ممكن يبقى عندهم كريدت اورز وتريننج بروجرامز، عملوا جمعيات، اشتركوا في شغل بقى حقيقي بجد تطبيقي. يعني هنا في شويه معلومات عن السيرتيفيكيشن، ازاي هي ريسبكتد، ازاي لو عايز اي حاجه في كانديد، هم عندهم كانديديت هاند بوك، يعني كتاب بيساعد الناس اللي عايز تخش الامتحان، هتلاقيه على الويب سايت دي. ازاي التقديم وكده، ده ممكن نتكلم عليه كله مع بعض في خلال الكورس ان شاء الله، هساعدكم في التقديم وفي ان انتوا تجتازوا الامتحان باذن الله. ودي الحاجات المين ايتمز اللي هي بيغطيها الامتحان، وانا كنت اتكلمت معاكم عليها في اول المحاضره. سكور بيكون ازاي، الامتحان بيكون 150 question، بس الحقيقه ان الدرجات بتبقى على 135 بس، في 15 سؤال احنا ما بتبقاش عارف هم انهو في الامتحان، بس دول ما عليهمش درجات، بيبقوا تجريبيين للامتحان اللي جاي. السكور بتاع النجاح كمان مش محدد، بيبقى حسب صعوبه كل امتحان والتاني، بس هو بيبقى في الستينات تقريبا، حاجه و60%. بس ده التعريف بالامتحان والتعريف بالحاجات اللي هي هتستفيدها لما تاخد الكورس دي. بالتوفيق ان شاء الله.